زوروا مدينة أخرى، مدينة مغربية حضر وكيحضر فيها المكون اليهودي بقوة. كنتكلموا على مدينة الصويرة اللي تنشأ فيها وبالضبط في المدينة العتيقة ديالها فضاء لحفظ ذاكرة يهود المغرب، هو بيت الذاكرة. نتعرفوا عليه من خلال هذا الروبورتاج فتح الله بوزيدي وكمال. فضاء تاريخي وثقافي لصون الذاكرة اليهودية المغربية، بيت الذاكرة بالمدينة العتيقة للصويرة، صرح روحي ظل يعكس الاستثناء المغربي الموسوم بالتنوع الحضاري والتعدد الديني. بيت الذاكرة سات ميزون موند و جايس بيت الذاكرة، هذا البيت العالمي الذي تشع منه أنوار السلام والتعايش لتكريس هذه الثقافة في الحاضر والمستقبل بين مختلف الأجيال. بيت الذاكرة، ce n'est pas uniquement un devoir de mémoire. مشروع بيت الذاكرة ليس فقط واجبا تجاه الموروث الثقافي اليهودي، لكن أيضا نداء للعالم بأسره للتعبير من خلال هذه المبادرات تحت رعاية الملك محمد السادس أمير المؤمنين للتعبير عن الثراء والتنوع وهذا التاريخ العميق، بل أيضا لإبراز تعددية مكونات المجتمع المغربي وانسجامها حول مرتكزات الأمة. يعرض بيت الذاكرة وثائق تعود لعائلات يهودية محلية إضافة إلى كنيس ومركز للأبحاث، كما يسمح باكتشاف مسارات متميزة لشخصيات يهودية منحدرة من الصويرة. للحديث عن بيت الذاكرة يعني لابد من نشير لواحد المسألة، وأنا عرفت هذا المشروع هذا عرف واحد العملية ترميمية أولا للكنيس اليهودي سيمون عطية اللي استغرقت 4 سنوات، وهذه العملية الترميمية أساسا تتعبر على إرادة الدولة المغربية في صون هذه الذاكرة وهذا الموروث الثقافي المشترك. بيت الذاكرة يحفظ تاريخ الطائفة اليهودية بالمغرب باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي المغربي الذي توحده المواطنة ولا تفرقه الأديان. ورشات ولقاءات تنظم هنا لتلقين قيم التسامح للأجيال الصاعدة. نحن نوجد هنا ببيت الذاكرة تحديدا بمركز الأبحاث العبرية الذي هو فضاء يحفظ الذاكرة والهوية اليهودية المغربية ويبرز الروابط العميقة لليهود المغاربة بالمملكة على مر العصور. هذه الدينامية والمبادرات ترمي لتحقيق هدف واحد هو تمجيد الإنسان قبل كل شيء كيفما كانت معتقداته. bien évidemment nous étions quelle gratitude et quel honneur de recevoir ici. تشرفنا كثيرا بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين لبيت الذاكرة. الأهمية الكبيرة التي يوليها العاهل المغربي لكل مكونات الأمة المغربية هي إشارة قوية ليست فقط للمغرب والمغاربة وإنما للعالم بأسره. de la nation du Maroc et c'est un signal extrêmement fort pas uniquement pour le Maroc mais pour le monde entier. Eli ata de odeka elohai aromemeka hodu la dona ikitov Kile olam odula donai kitob kile olam hasedo. وما يمكن
نجمش نتكلموا على بيت الذاكرة إلا بحضور الرئيس المؤسس لهذا الفضاء، والحديث طبعا على مستشار الملك المغربي الملك محمد السادس المستشار أندريا زولاي اللي خص ميديا ان تي في باستجواب تكلم لنا فيه على فكرة تأسيس البيت وأهمية تثمين هذا المشروع في حفظ ذاكرة يهود المغرب. Personnellement, en tant que Souri, en tant que Marocain, c'est life challenge. شخصيا كسويري وكمغربي كنفتخر بجميع الامور اللي تنجزات على ارض واقع من اجل حفظ الذاكره اليهوديه في المغرب تحت الرعايه الجليله للملك محمد السادس. إحداث بيت الذاكرة خطوة مهمة في مجال صون الثقافة اليهودية ضاربة في التاريخ. هذه الخطوة ما كتهمش غير اليهود فقط بل أيضا المغاربة كاملين، حيت هذا جزء من تاريخهم وثقافتهم. الزيارة الملكية التاريخية لبيت الذاكرة هو انتصار ثراء وتنوع ثقافتنا المغربية اللي كتشكل الوحدة ديالنا. وهذا التنوع هو الركيزة اللي كينبني عليها وكيتميز بها المجتمع المغربي وطريقة عيشنا اللي كتشكل الاستثناء المغربي. دونك لا comme je disais ceux qui ont pu douter. زيارة الملكية هي التاريخ وعندها حمولة ورمزية قوية وذات مصداقية وذات شرعية. Et j'ai été à la fois impressionné et tellement réconforté par la réaction. كنت مندهش وفي نفس الوقت مذهول بحجم التفاعل الكبير للأشقاء والأصدقاء ديال اليهود وغير اليهود أثناء الزيارة الملكية. Mis entre parenthèses les doutes d'avant. كنا في ديك اللحظة متحدين في صف واحد، وهذه مسألة رائعة جدا. Sur le fait que nous étions là, enfin presque à l'apogée de cette démonstration que beaucoup d'entre nous. من جانبي كان لي عدم الشرف باش نقدم لصاحب الجلالة تذكار رمزي كيرجع ل 3000 سنة. للتعبير عن عمق التاريخ ديالنا هو الأساس المتين اللي كيخلي المشككين في اللحمة ديالنا ينبهروا ويغيروا الموقف ديالهم. Et en même temps, à partir duquel le doute n'est plus permis.